اتشاهدوا على روحكم انتوا التلاتة. انت قلت انتوا التلاتة يعني انا ممكن اروح عادي؟ ابعد يا دلتا. ورد واطلعوا بره يا حارس. تعال دي ليش؟ انا اللي قلت الموجه دي يخلصك من بهلول. تعال. ايه ده؟ العربيه الحلوه دي بتاعتك؟ يلا. ايه ده؟ مساء الخير. ايه ده؟ انت مين؟ انا لطفي الحراق. هو انت صاحب هوجن؟ صاحبه؟ ده انا شقيقه الروح بالروح. يلا بس بينا من هنا عشان الجو لبش والدنيا هنا مش امان. يلا. هتسيب هوجن كده لوحده؟ هسيبه لوحده؟ ايه ده؟ ده هوجن يقوم بالحركه كلها تاما. المهم بس اوصلك انت في حته امان. يلا دوري العربيه. يلا دوري العربيه. يلا يا حيوان اقفل الباب وامشي ولينا حساب تاني بعدين. يلا بسرعه دوري العربيه. يلا يلا افتح بينا بقى. يلا بسرعه. يلا. طب وانا؟ طب وانا؟ ياه للدرجه دي يعني؟ انا مش فاهم يعني هوجن ده في ايه يعني؟ عليه سكر مثلا ولا ايه؟ انا مش فاهم. نهار ازرق. ابو بهلول. ابو بهلول انت مضروب بسكينه؟ انت هتموت يعني ولا ايه يا ابو بهلول؟ لا اجمد كده، المصلحه لسه ما خلصتش. ابو بهلول قوم يا ابو بهلول، المصلحه لسه ما خلصتش. هتموتش دلوقتي يا ابو هلول، هتموتش دلوقتي. لا اصحى اصحى. بص قوم بقى عشان ما تدناش في داهيه. ها تعال اخدك على البيت عشان ارجع اخلص المصاعب اللي هنا دي. انا فين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ فين الحاجة اللي كانت في المصدر هذا؟ لا ما فيش حاجة، ده كله في الأمانة اهو. مش حاجة. ما تلفوا بقى يا ولد، الدواء هيبوظ. يا ده انت فيها حاجة؟ أنا عيب كده في ايه؟ في ايه يا عم بهلول؟ بس ما تقلقش، ده ضم يعني ياما خدمت في مستشفيات وعيادات، وبعدين يعني دي غيرت لك على الجرح برضه وعملت معاك الصح، جابت لك هدمتين من بتوع ابو لطف الله يرحمه ولبستك وقيفتك وعملت معاك يعني كل الحلو. طب ده انا مدياك حقنتين مسكن وحقنتين مضاد حلوي لغايه دلوقتي. إيه؟ يلا يلا يلا. الله إيه؟ الحمد لله، يعني السكينه عدت من اللحم ما لمستش حاجه تاني ان شاء الله. يا بسم الله ما شاء الله، ايدك تقيله قوي. بالشفاء. لما اولاد الحرام دول يعملوا فيك كده ليه؟ تبقى راجع من ليبيا في امانه الله، يثبتوك وياخدوا منك فلوسك. ليبيا دي؟ لما كنت في ليبيا. ما هو اولاد الحرام ما قالوش لاولاد الحلال حاجه يا ابو لطفي. يا عيني. يا عيني. خلاص انا بسلق له فرختين شامورت عشان يغذوك كده لزوم النزيف. ايوه. روح اما شوف الفرختين. طيب يا حبيبي. هات الشنطة على. تعال كده. أيوة أيوة. بالراحة 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 بالراحة. أنا طول عمري شايفك حي الزبالة، بس عشان كده مستغرب إنك جبتني في فرشتك وضربتش على الفلوس. يا بهلول مصر، في إيه مالك؟ على فكرة أنا عايز أقول لك على حاجة تخليها حلقة في ودنك كده على طول. لطفي الحراق ماركة مسجلة في الجدعنة، وبكرة الأيام تبين مين قاسي ومين حنين. بس يعني في حاجة عايز أستفهم منك فيها، يعني
هنعمل ايه بعد المصلحه ما طارت؟ وربنا ما استندلت معاك يا لطفي، انا كنت بخلي رقبتك بس من حبل المشنقه. خلي رقبتي من ايه يا جاموسة؟ طلبت مني فلوس ملهاش اول من ايه؟ يا سلام، كان زمانك دلوقتي مرمي في الحبس ولا طاي الفلوس ولا طاي النيله، وربنا انا عملت الصح. بس ادي عبيط، عملت صح ايه؟ تجيب لنا اوجن؟ ادي ورده طارت. بس رقبتنا على جتتنا. عبيط انا ولا ايه؟ فول ولا الدم يا صاحبي؟ ماشي. ماشي يا حورس، كله لا الدم. تعالى بقى نروح لبهلول عشان ناكل عقله بكلمتين. اشمعنى؟ بهلول شكله لسه نايم على خميره حلوه قوي، وداخل على حوارات اراضي كبيره قوي قوي قوي. اصل هو كان قاعد عندنا في البيت بالسم طهقت اهله، كل شويه حقن في العضل حقن في العضل، عدى اما فطس نزل قاعد في المخزن. ورحنا نتكلم معاه كلمتين نركب على كتفه عشان يطلعنا فوق. وانا عيش عيشه فل يا باي باي بهلول مصر، وابوس ايدك ما تشغلش مخك التخين ده تاني. انا الورق ده لسه معايا يا عمهم. ها بقول لك انا شايف يعني بدل حورس وكده ممكن اجيب لك ام لطفي تغلك على الجرح وتظبطها. لا 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 حورس تمام، تسلم ايدك حورس. ام لطفي مين؟ وانا ناقص ام لطفي كمان؟ مش كفايه اللي عملوا فيا هوجن؟ ده انا جسمي كله مدغدغ. هو الورق ده صح فيه ايه؟ والورق اللي خده هوجن كان فيه ايه؟ والمبلغ كان كام؟ الورق ده فيه اللي يعجز ناس تقيل قوي ويجيب لنا فلوس زي الرز. خدنا على اخوانا الجبان. انا عايزكم تعلموا على دوغن. مين دو؟ مين دو؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا عم هوجن؟ هوجن ايه اللي نعلم عليه ده؟ حتى بيقول لك يعني ولا تقب اديكم من التهلكه. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني اسيبه بعد ما قلبني التقريب ده كله؟ لا مش هنسيبه، بس يعني في حكايه. بص يعني انا عندي سكه ممكن نعلم بيها على هوجن. ايه؟ نوجا ولاطو. اصل يعني اذا كان هوجن يعني ما بتنشغلش بالفلوس، فنوجا كلبه ورق بامتنان، اقول لك بخمسات. صح السكه، امسكوا اللي بتوجعه. انا عايزك انت ولولا هو بس تجيبوا لي قرار الارض اللي في الورق. حصل. رحمه ام الغاليه لدفعك تمن اللي عملته ده غالي قوي. هو ايه حوار الارض بتاع بهلول ده؟ بهلول ده بهلول عايش في دور بلبل الكحيان بس، وربنا وربنا لا اجيب قرار كل اللي هو نايم عليه وكله هيترمي في حبنا في الاخر. طب بقول لك ايه يا حراق، انا بصراحه كده اتفقت مع ابويا اللي احنا هنروح نخطب احسان، مش هتيجي معايا؟ انت عبيط انا ولا ايه؟ طبعا هاجي معاك. ده انا مش هاجي معاك وبس، ده انا هشتري لك الزياره كمان اللي هنروح بيها. انت عبيط؟ انت اخويا، اخويا حورس حبيبي وربنا يا حراق. مبروك. الله يبارك فيك. طيب هطلع انا بقى. يلا عايز لطفي الحراق يجي معاك عند البنت حسام بتاعت السمين تولعوا بجد انتوا الاثنين يا جرابيع. وربنا ما بعناكوا، ده انا وهوجن كنا بنحاجي عليكوا. يعني ايه يعني؟ مش واخد بالي. احنا متصورين احنا الاربعه صوت وصوره واحنا بنسرق الفيلا، والفلوس الهفه كلها بهلول وهو مش متصور. بهلول كل الفته ورمانا كام حبايه رز وسابنا نلبس في بعض. انا وربنا قلت له احنا ما نبيعش لطفي الحراق وحرس ابدا، بس هو برضك راح رجع له الورق بالفلوس، وانا برضك والله ما سكتت له. طب بصي بقى، ابا بهلول مش هيحل هوجن، وانت هتتلطي معاه في نفس الحوار. فلوس ابا بهلول لازم ترجع له. وهو بهلول كان عمل حاجه؟ ما احنا اللي عاملين كل حاجه. طب اسمع، لا بهلول بقى ولا مهبول، في حته محل ساخ في شارع شبرا حاجته ايه؟ هموت عليها لطفي. ما نطلع الطلعه دي لحسابنا احنا الاربعه. ما نطلع دلوقتي. طلعت ايه يا نوجا؟ لا مفيش طلعه ولا حاجه. تعالى حماتك بتحب داخل والشغل سخن كده وبيطلع دخان نار. اه صحيح، نسيت اقول لك يا هوجن على بابا هلول هيعلقك. كنت بقول لهم يا هوجن على محل الصاغ اللي في شارع الشبرا لازم يتقل. يا جدعان احنا مش ناقصين كاميرات. بس بقى بلا كاميرات بلا بتاع، احنا هنلبس شويه شرابات حريمي في دماغتنا وهنخلص الليله. تشربوا شايكم يا رجاله وتتكلوا على الله. لاني ولا نوجي لينا في شغلكم النجس ده تاني. ولا اقول لكم بلاها الشاي؟ يلا اتكلوا على الله. طيب ماشي. اقعد يا رجال. ماشي. هو مين ده يا حبيبي اللي مالوش في شغلهم؟ على اساس ان الباشا مدير البنك؟ وبعدين تعالى هنا، اللي اسمها ورده دي كانت عايزاك في ايه وخدتك وراحت على فين؟ ورده اقعد. ما
ماشي. انت مين اللي قال لي؟ انت لسه بتكلمي ياسر؟ ما تغرش الحوار، كانت عايزه منك ايه؟ على فكره يا هوجن، انت اللي هينجدك من ايد بهلول انك تدله على طريق ورده، فقول لي يعني سكتها ايه وانا اخلص لك الليله دي. اتكل على الله حرق انت وحور. طيب ماشي. اقعدوا يا رجاله. حاضر ماشي. محدش هيتكل على الله يا هوجن، امال هنشرب وناكل منين يا اخويا؟ محل الساغه هيتقلب وكلمتي انا اللي هتمشي، ولا انت جاي تعمل راجل دلوقتي؟ عيب يا نوجه. الحقوني الحقي يا نوجه، اخوك تعبان قوي. في ايه؟ رجلي حوار ما ياختي قد كده، ولما شلت الرباط من عليها لقيتها لونها اسود. الواد بيفرق، الواد بيفرق. طب اهدي. طيب ايه؟ الواد بيفرفر. انا كده لازم نقلب الساغه بسرعه. اقعدوا انتوا دلوقتي، اقعدوا. ماشي ماشي. بص بقى بهلول مصر، انا سالت انا ولاد حورس على الحتت المهمه في الاراضي دي، وبعت ناس حبايبي يسالوا في الحتت البعيده. الاراضي دي تعمل لها بتاع 200 مليون جنيه رئاسه. واحنا بقى بدعاء الوالدين محدش فينا معاه 2000 جنيه بعد ما الواد هوجن رجع الخزنه. خش. معلم هيتكلم. اتفضل. انا عايزك انت والولا حمص. حورس. عايزك انت والولا ده تربطه على الارض دي. انا هشتريها. يعني مش ب 200 ألف ولا ب 2 مليون، دي يعني ب 200 مليون جنيه. انا هنشتريها ازاي دي؟ قول لصاحبك المعلم ما بيحبش كلام كتير. بس كان مشوار عصبي. احنا عرفتنا حلوه. جيت يا نوجي؟ لا يا اخويا انا مش نوجي، ده انا واحده شبهها. هو انا واحد شبه لطفي الحراق بالظبط برضه. وانا وائل كفوري. انت كنت معاهم فين؟ تعالى يا مالي بختي، تعالى شوف مراتك اللي بميت راجل راجعه لك بايه. تعالى اتحرك. تعالى هو جن عشان ربنا كرمنا اخر كرم. تعالى استنى هنا كرم، هرجع لك تاني. تعالى هو جن اقعد. كوب هنا يا حراق. يلا خد يا نور، خد يا حوره. لا يا حبيبي، انا اللي قايله لكم على المصلحه وعلى المكان، يبقى انا اللي اس. مش غلط. انت رحتي معاهم وسرقتوا محل الذهب؟ لا يا اخوي، ده انا بابي رجع من الخليج وجاب لي الحاجه دي معايا. ما قلت لك تيجي معانا، كان زماننا بنقسم على اربعه بدل ثلاثه، كان هيبقى نصيب انا وانت النص يا موقوس. انا مش قلت مفيش مشي في الحرم تاني؟ وانت مين عشان تقول ولا ما تقولش؟ قال ده انت نسيت نفسك. صحيح انا جوزك وكلمتي تمشي. ترى يا جدعان ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بالراحه يا جدعان، يعني ما ينفعش كده، انت بتصغرها قدامنا برضو، وهي يعني ما تستاهلش كده. انت ما تفتحش بقك من الاساس، انا اللي بصرف على البيت يا هوج، ومن اول ساعه حبيبي وانت بتاكل من فلوس حرام عشان تبقى فيه. انا مش عويل يا نوك، عيب كده. عيب؟ عيب ايه يا ابو عيب؟ ما انا بقول لك صدقت نفسك. أنا يعني عندها حق، ويعني صراحة أنا حاسس إن نوجة ما تستاهلش منك كده. هو يعني الحرام ده مش هيقف في البيت؟ ده أنا لا عمري شفت تعب كده ولا تسيحني كده. هتفضح. مش كفاية إني متجوزاك يا سبع من غير حتة دبلة فالسو؟ إيه؟ خلينا ساكتين. مالك؟ في إيه؟ بتتخانقوا ليه؟ أنت مش هترتجع يا نوجة؟ لا مش هرتجع يا هوجن، واللي عندك اعمل. أنت طالب